اللي هو لا يجتمع الإيمان والبخل. نعم. فكيف بمن يعني يقول أنا حريص، أنا ماني بخيل أنا حريص، كيف ممكن أن نفصل بين تلك وهذا؟ نعم، أولا فيما يتعلق بالإيمان بوعد الله ووعيده كقاعدة، الإنسان كلما كان كاملا في إيمانه بوعد الله ووعيده كان هذا باعث على العمل، ولذلك كل من آمن مثلا بأن فضيلة الصبر أن من صبر وفاه الله تعالى أجره بغير حساب، إيمانا بقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما في سورة الزمر، وإيماني مثلا بأن الله تعالى سيرتب على هذا الحج أني أعوذ كيومي ولدتني أمي من ذنوبي، هذه الفضائل أو هذا الوعد والوعيد دائما هو باعث على العمل بقدر إيماني به. فلما نتكلم عن مسألة فضل الإنفاق في سبيل الله وأن له من الأجور وأن الله يقبل الصدقة بيمينه، فضعف الإيمان بهذه القيم وهذا الوعد، لا أقول الوعيد، وهذا الوعد لا شك أنه ينعكس دائما بخلا على صاحبه لأن إيمانه ضعيف به. ولذلك نقول أن البخل وكمال الإيمان لا يجتمعان، البخل وكمال الإيمان في قلب العبد نعم لا يجتمعان، هذا الأمر. الأمر الثاني أن بعض الناس ربما بسبب مواقف أو بسبب مشاكل عضوية أحيانا وسوسة تنقله للأسف من الشخص الحريص على البذل والعطاء بحرص بحيث أن يضع المال في محله إلى كونه شخصا بخيلا، وهذه ردة فعل مرضية، فطرفين ووسط وكلا طرف الأمور ذميمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان على مال الصدقة يوما فجاءه شابان جلدان، يعني اثنين شباب أقوياء باللغة الدارجة، يسألانه من مال الصدقة فصوب فيهم النظر وصعد. تعرف أنت لما تشمر واحد يطالع فيه فوق لتحت يعني مين أنت بتأكد منك، فصوب فيهم النظر وصعد ثم قال لهما إنها لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، فإن شئتما فخذا وإلا فاترك فإنما هي جمرة من نار. يعني ما يجوز أنك تأخذ المال بغير وجه حق. ففي المقابل الإنسان مأمور أن يضع ماله حيث أمر الله، ما يكون ساذج، ما يكون إنسان غير حريص ثم يضع المال في يد أعدائه ليقتلوه أو يضع المال في يد من لا يستحق. والحديث يطول هنا في حديث مسلم قال تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على بغي، تصدق اليوم على سارق، فهذا معناه أن الإنسان مأمور أن يحتاط. لكن إذا تحول الإنسان من شخص محتاط عاملا بما أمر الله تعالى إلى شخص للأسف يعيش ردات فعل مرضية فيمنع المستحق ويقوده هذا إلى كونه بخيلا، فأقول لا يجتمع أبدا العقل السليم والإيمان الكامل والصلاح الحقيقي مع قضية البخل. وبعض الناس قد يبرر بخله بشيء من المبررات التي ربما تمشي على الناس وما تمشي على الله، والناس يشعرون ترى في قلوبهم بصدقك وكذبك حتى لو جملوك لمالك، لكن هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنك شخص ربما تكون بخيل وغير مستحق لهذه المنزلة العظيمة في الدنيا وغير مستحق لهذه المنزلة العظيمة أيضا ربما في الآخرة. فهذا وجه الربط بين قضية البخل وكمال الإيمان. جميل جدا. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.